احنا قبل كده شباب اتكلمنا عن الراندوم فاريبل وقلنا ديسكريت راندوم فاريبل وكونتينوس راندوم فاريبل، واللي بعدها خدنا ايه الديستريبيوشن الخاصه بتاعت ديسكريت وكونتينوس، تمام؟ بس كان عندنا فاريبل واحد، نتكلم على ديستريبيوشن لفاريبل واحد. ممكن يبقى عندنا اكتر من فاريبل، ممكن يبقى في الواقع عندي ايه اكتر من راندوم فاريبل، تمام؟ فبنعرف بقى الجوينت للديسكريت وللكونتينوس. في الديسكريت عندي جوينت ديستريبيوشن وكونتينوس عندي جوينت ديستريبيوشن. في الديسكريت بقى يبقى ايه جوينت ديستريبيوشن او جوينت بروبابيلتي ماس فانكشن. اوكي، جوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن او ايه جوينت بروبابيلتي ماس فانكشن او ماس فانكشن، ماشي؟ في الديسكريت بقى عندك هنا الاكس والواي، دول ديسكريت. الاف اوف اكس وواي اللي بنعرفها دي اللي هي الجوينت اكبر من او يساوي زيرو لكل اكس وواي، تمام؟ هي اصلا بتعبر عن ايه؟ اف عند اكس وواي بتعبر عن بروبابيلتي ان الراندوم فاريبل اكس يساوي الفاليو اكس سمول، تمام؟ والراندوم فاريبل واي يساوي الفاليو واي سمول اللي هي رقم 3 ده، تمام؟ لازم طبعا السمشن بقى على كل الاكس والواي يساوي كام؟ واحد، لان فرص الاحتمالات بتاعتهم كلها لما نيجي نجمعهم، فرص الحدوث كلها لما نجمعهم لازم يطلع كام؟ واحد، تمام؟ على الاكس والواي. لو حاجه يعني مثلا تخيل في الديسكريت بقى في قيم معينه، مش في انترفال، في ست يعني، تخيل الاكس بياخد قيم 0 1 2 والواي بياخد 3 و5، يبقى لو جمعت لكل قيم الاكس اللي هما كام؟ الاكس 3 والواي قيمتين، ست قيم، ست بوسيبلتيز، الاكس بصفر والواي بثلاثه، اكس بواحد والواي بثلاثه، اكس باثنين والواي بثلاثه، وكمان اكس بصفر وواي بخمسه، اكس بواحد وواي بخمسه، اكس اثنين وواي بخمسه. لو جمعت اف في اكس وواي عند كل النقط دي لازم يطلع واحد. واضح يا شباب؟ طيب لو عايزين نجيب بروبابيلتي ان الاكس والواي تكون اي نقطه في ست معينه هنجمع على الست دي، تمام؟ يعني مثلا عايز اجيب احتمال ان الاكس صفر والواي بثلاثه او ان الاكس بصفر والواي بخمسه، اجمع البروبابيلتي عند النقطه دي وعند النقطه دي ايه واجمعهم عشان اطلع بروبابيلتي ان الاكس والواي تكون في الريجون ايه دي. واضح يا شباب؟ طيب تعالى ناخد مثال. هنا بيقول لك ايه؟ عندك ايه قلمين هنختارهم من بوكس، حلو كده؟ طيب ده بيحتوي على ثلاث اقلام زرق واثنين حمر وثلاثه خضر، ماشي؟ طيب عرف لك بقى اثنين راندوم فاريبل، قال لك اكس هو النمبر اوف بلو بنز، عدد الاقلام الزرق اللي انت هتاخدها، والواي ده عدد الاقلام الايه؟ الحمر، ماشي؟ واحنا هنختار كام قلم؟ اثنين، او بيقول لك تو بنز ار سيلكتد، هنختار قلمين، تمام؟ هنختاره من بوكس، البوكس ده فيه ثلاثه زرق واثنين حمر وثلاثه خضر. واضح؟ طيب وعرف لي اثنين راندوم فاريبل، عرف راندوم فاريبل الاولاني اكس انه عدد الاقلام الزرق، وعرف راندوم فاريبل واي اللي هو عدد الاقلام الايه؟ الحمر. قال لك هات جوينت بروبابيلتي بروبابيلتي ماس فانكشن، اوكي؟ زي ما بتجيب البروبابيلتي ماس فانكشن في حاله راندوم فاريبل واحد، هتعرف القيم المختلفه للراندوم فاريبلز وتجيب ايه اف اوف اكس واي عند كل فاليو، ماشي؟ طيب تعال نكتب هنا بقى انا عندي ثلاثة ازرق وكم احمر؟ اثنين تقريبا، وكم اخضر؟ جرين، ثلاثة جرين ثلاثة اخضر، اوكي؟ احنا هنسلكت كام؟ الاكس ده بيعبر عن ايه؟ النمبر اوف ايه؟ لوبنز اللي انا هختارها، والواي بيعبر عن النمبر اوف ايه؟ ريد بنز. تقدر تقول لي الاكس والواي ممكن تاخد قيم من كام لكام؟ اكس من صفر لحد كام؟ انا مش هختار غير اثنين. صحيح انا عندي ثلاث اقلام موجودين في البوكس، بس انا كده مش هاخد غير قلمين. يعني كانك بتشتري من حد عنده ثلاث اقلام زرق واثنين حمر وثلاثه خض، انت كده مش هتشتري غير قلمين، ازاي يجي فيهم ثلاثه زرق؟ مستحيل. فالاكس ممكن صفر او واحد او اثنين. طب الواي صفر او واحد او اثنين، ممكن اوصل لاثنين لان انا عندي اثنين حمر، تمام؟ طيب فاقدر اعمل كده بقى، دي الفاليوز بتاعت الاكس ودي الفاليوز بتاعت الواي. الاكس ممكن تبقى صفر او واحد
او اتنين. الواي ممكن تبقى صفر او واحد او اتنين، ولازم مجموع الاتنين يبقى بكام؟ اتنين، لان انا مش هختار غير قلمين، صح كده؟ طيب هنا بقى موجود في الجدول ده الحاجة بتاعت الاف اوف اكس وواي، يعني لما الاكس تبقى صفر والواي تبقى صفر، معنى كده ايه اللي هيحصل؟ ان انا هختار ايه؟ انا هختارهم كلهم من الخضر، تمام؟ هختارهم من الخضر بكم طريقة؟ 3 سي 2، تمام؟ يبقى انا عندي 3 سي 2، ده عدد الطرق اللي تخلي الاكس بزيرو والواي بزيرو، ان انا اختار قلمين من الايه؟ من الخضر، واقسم على عدد الطرق الكليه عشان اجيب البروبابيلتي. عدد الطرق الكليه ان انا ايه؟ اختار بدون اي كونديشن، يعني اختار من اصل كام قلم؟ 8. يبقى 8 سي 2. طيب ده لو اكس بصفر والواي بصفر. طيب خلينا برضو في الواي بصفر، اكس بواحد، معنى كده ايه؟ ان انا هختار واحد من الازرق والواحد التاني هيبقى منين؟ من الاخضر. اختار واحد من الازرق بكام طريقه؟ 3 سي 1، اللي هي 3 يعني. وكم واحد الاخضر بكام طريقه؟ 3 سي 1. يبقى 3 سي 1 في 3 سي 1 على 8 سي 2. طيب اكس ب 2 ده معناته ايه؟ اختاره من الزرق، يبقى 3 سي 2 على 8 سي 2. طب لو الاكس بصفر مش هاخد حاجه من الاكس، لو الواي بواحد بقى، الواحد من الاحمر بكام طريقه؟ وواحد كمان من ايه؟ من الازرق ب 3 سي 1 على 8 سي 2. ها اكس بواحد واي بواحد، يبقى اخد واحد من الازرق واحد من الاحمر، صح؟ اللي هي كام؟ 3 سي 1 في 2 سي 1، واحد من هنا واحد من هنا على 8 سي 2. طيب اكس ب 2 واي بواحد ما تنفعش، فدي تبقى زيرو. اوكي؟ طيب لو الواي ب 2 اكس ب 0 بكام طريقه؟ يبقى اخدهم من الاحمر الاثنين كام طريقه؟ طريقه واحده، وانا اخد الاثنين وخلاص، اللي هي 2 سي 2 اللي هي بطريقه يعني. على كام؟ عدد الطرق الكليه اللي هي 8 سي 2. وهنا بقى ايه؟ مش هينفع يبقى 1 و2، صح؟ يعني التوتال، وطبعا مش هينفع 2 و2، تمام؟ اللي هو التيبل اللي عندك ده. كنت ممكن تحاول تجيب فانكشن عنا، ان انا هاخد الاكس من الثلاثة والواي من كام؟ من الاثنين، يعني ممكن نحاول نجيب لها اكسبريشن اف اوف اكس وواي. انا هاخد اكس من الثلاثة وكم من الواي؟ ها؟ اثنين سي واي، هاخد واي من اصل اثنين، والباقي هاخدهم من الجرين، هاخدهم الثلاثة، يبقى ثلاثة سي كام؟ صح، اللي هو بقيه الاثنين على 8 سي 2. بس خلي بالك ان الاكس والواي بياخد قيم كام؟ اكس واي 0 1 2، بس بحس ان اكس بلس واي لازم تكون اقل من او تساوي 2، وطبعا اكبر من او تساوي 0، ما هو اكيد طالما انا بادئ بصفر، صح؟ يبقى اكيد اكبر من او تساوي 0 حتى من غير ما نكتبها، هو اكيد اكبر من او تساوي 0 لان الاكس والواي المينيموم بتاعهم 0، تمام؟ واقل من او يساوي 2، ممكن يبقى المجموع اقل من 2، يبقى 1 مثلا واخد الباقي من الجرين، او المجموع 0 واخد الباقي من الاثنين من الجرين. واضح كده يا شباب؟ فهمنا الجدول ده عملناه ازاي؟ لو انت حسبت القيم دي هتلاقي هي دي. ما هو 8 سي 2 بكام؟ 8 في 7 على 2 اللي هي 28، 3 سي 2 ب 3 اللي هي 3 على 28، وهكذا تقدر تحسب الباقي. طيب تقدر تجيب لي بقى probability ان اكس وواي تكون في السيت ايه؟ قال لك الايه عباره عن ايه؟ هي الريجن دي، هي كل النقط اكس وواي ساتش ذات اكس بلس واي اقل من او يساوي 1، مجموع الاكس والواي اقل من او يساوي 1، يعني ينفع الاكس والواي يكونوا كام؟
اصفار او 1 0 1 1 صح؟ لكن ما ينفعش الاثنين بوحيد. وما ينفعش 1 2 اللي هي تساوي كام بقى؟ يعني اجيب بروبابيلتي ان اكس واي اوكي تكون بلونج للست اي دي هي نفسها اف عند الزيرو والزيرو زائد اف عند الزيرو والواحد زائد اف عند الواحد والزيرو. اوكي الاكس والواي عشان تكون جوه الست اي، الست اي هي كل النقط اكس وواي ساتش ذات اكس بلس واي اقل من او يساوي واحد. عشان اكس بلس واي تكون اقل من او يساوي واحد يبقى الاكس والواي نفسهم بكام؟ ينفع صفرين، ينفع واحد وصفر وصفر وواحد، بس ما ينفعش واحدين وما ينفعش واحد باثنين. تمام؟ فاجمع دول اف عند الصفر والصفر اللي هو الرقم ده. 3 6 2 اللي هي 3 يعني. على 28 ها؟ اللي تحت 28. واحد وصفر او صفر وواحد بدأنا بصفر وواحد يبقى 2 في 3 اللي هي كام؟ 6 صح كده؟ ها؟ بعد كده الاكس بواحد والواي بصفر اللي هي دي 9 على 28 3 في 3 ب 9 على 28 يطلع الكلام ده كام؟ 9 و 9 18 على 28 اللي هي لو اختصرت تبقى كام؟ 9 على 14. فهمنا جبنا الجوينت ازاي يا شباب؟ فهمنا جبنا البروبابيلتي دي ازاي؟ سهل الكلام ده؟ طبعا لازم سمشن الاي اف اوف اكس وواي لكل قائم اكس وواي يطلع بكام؟ بواحد. لو جمعت كده دول كله يطلع واحد. طيب هنا بقى بالنسبه للكونتينوس راندوم فاريبل ها زي ما خدنا ديسكريت راندوم فاريبل وكونتينوس راندوم فاريبل هنا بقى عندي في الجوينت للكونتينوس راندوم فاريبلز عندي كابيتال اكس وكابيتال واي دول ايه كونتينوس راندوم فاريبل اف اوف اكس واي لازم تبقى اكبر من او تساوي زيرو كل اكس وواي اوكي ولازم لو جمعتهم لكل قائم اكس وواي يعني من ناقص انفينيتي لانفينيتي بس التجميع هنا انتجريشن يعني لو عملت انتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي على الاكس والواي للاف اوف اكس واي يطلع الانتجريشن ده كام؟ واحد. طيب بروبابيلتي ان الاكس واي تكون في ريجون معينه هانتجريت على الريجون دي بدل ما صم. واضح كده؟ وطبعا اف اوف اكس واي مش بتعبر عن بروبابيلتي لا بتعبر عن الدنسيتي. اوكي؟ طيب هنا في السؤال ده بيقول لك ايه بقى؟ عندك اكس واي دول ايه؟ كونتينوس راندوم فاريبل ماشي ومديك الجوينت بتاعتهم يعني اف اوف اكس واي بتساوي الاكسبريشن ده الكلام ده في انهي ريجون لما الاكس تبقى من صفر لواحد ولما واي من صفر لواحد وزيرو السوير اوكي يعني امسح ده اقدر اقول ان الاكس والواي هنا واخده قيم كام؟ انا مش هرسم الاف اوف اكس واي عشان ارسم اف اوف اكس واي محتاج بوقت تالت تمام ده هنا قيم الاكس والواي الاكس من صفر لواحد والواي من صفر لواحد يعني هي واخده شكل مستطيل الفانكشن بقى مرسومه ايه فوق على الزد بس احنا مش محتاجين نرسمها يعني طيب عايزين نفرفاي ان الانتجريشن ده يساوي واحد عشان تبقى probability density function لازم الانتجريشن واحد ولازم قيمها تبقى اكبر من او تساوي زيرو. انت فعلا عند اي اكس وواي ماشي لو جوه الانترفال عوضت في اي نقطه هتلاقي الكلام ده اكبر من او تساوي زيرو. عند اي اكس وواي بره الريجون دي هتلاقيها بكام؟ بزيرو فيبقى اف اوف اكس وواي اكبر من او تساوي زيرو. لازم كمان الانتجريشن ده يطلع واحد. واضح؟ كان عندك سؤال؟ ده هنا المنطقه اللي فيها الايه؟ الاف اوف اكس واي اكبر من او يساوي زيرو. الباقي بقى هيبقى زيرو اكيد لا على حسب اللي هو الديفينيشن الداون. زي كده شبه ايه؟ لما انت كنت بتاخد في المالتيبل انتجرال لما كنت بتعمل دبل انتجرال ما كنتش بترسم الفانكشن بترسم الريجون. فاكرين الكلام ده؟ انا هنا برضو برسم الريجون عشان لما اجي انتجريت مش احنا هننتجريت هنا؟ وهنحتاج نعمل مالتيبل انتجرال؟ ده دبل انتجرال. مش خدتوا الكلام ده ولا؟ مش خدتوه في سنه اولى؟ ثانية كمان؟ طيب يعني واخدينه من قريب. ايه؟ طيب
عايزين نعمل انتجريشن ده. دي واي دي اكس هي مش موجوده خالص غير من صفر لواحد للاكس وللواي، فاقدر اقول ايه ان الكلام ده انتجريشن من صفر لواحد على الواي ومن صفر لواحد على الاكس. وطبعا الريجن هنا سهله مش هيفرق، التغيير كونستنت، ممكن انتجريت على الواي الاول او على الاكس الاول، والفانكشن سهله في الحاجتين، فابتدي باي حاجه. تمام، يبقى 2 على 5 دي واي دي اكس. انتجريشن ده اعمله ازاي؟ ممكن تطلع الاثنين على الخمسه بره وتريح دماغك منها. بنعمل انتجريشن اللي الانر الاول، تمام؟ بانتجريت بالنسبه للواي بعتبر اكس ايه؟ كونستنت. 2 اكس انتجريشن بتاعي يبقى كام؟ 3 واي. ونعوض الليمتس من واي بصفر لواحد. دي اكس. طيب يبقى الانتجريشن ده تساوي ادي 2 على 5 انتجريشن من 0 ل 1، هعوض بالليمتس، اجي اعوض الواي ب 1 يبقى 2 اكس زائد 3 على 2، اجي اعوض الواي ب 0 يبقى 0 زائد 0. دي اكس، صح كده؟ 2 على 5 ده كونستنت، انتجريت ده بقى بالنسبه لاكس، 2 اكس تبقى كام؟ اكس سكوير 3 على 2 من اكس بصفر لواحد، عوض بواحد، عوض بصفر، يبقى 2 على 5 في 5 على 2 اللي هي كام؟ كده يبقى احنا عملنا الفيريفيكيشن ده. اوكي؟ الثانية عايزين نجيب probability ان x و y جوه الريجون ايه؟ الايه هنا ان الاكس من صفر ونص والواي من ربع النص. يبقى ببساطة هنتجريت في الانترفال دي او في الريجون دي قصدي. يبقى اكس من كام لكام؟ من صفر ونص. ممكن تبتدي بالواي او الاكس على فكرة، يعني هنا برضو كونستنت وحاجه ايه بسيطه يعني. لكن لو الواي لو الريجن دي لها شكل تاني كنا ممكن نضطر نبتدي بحاجه الاول يعني. اوكي، من كيرف لكيرف نتحرك من نقطه لنقطه. ده بالانتجرال العادي يعني زي ما انت عارف. واي من ربع لكام؟ ونص. 2 على 5 2 اكس بالترتيب اللي انا كاتبه كده، انتجريت على مين الاول؟ اكس ثم واي. لما اجي انتجريت على اكس الكلام ده يبقى كام؟ ممكن اطلع 2 على 5 بره، اكس سكوير زائد 3 اكس واي من صفر ونص، يبقى 2 على 5 انتجريشن على الواي من ربع النص، عوض بقى بنص يطلع كام؟ ربع، صح كده؟ زائد 3 على 2 واي ماينس 0 بلس 0، عوضت بالنص الاول يبقى ربع زائد 3 على 2 واي، عوضت بصفر بقت صفر. تمام؟ طيب نعمل بقى الانتجريشن ده، يبقى 2 على 5 انتجريشن ربع بكام؟ ربع واي. 3 على 2 واي 3 على 4 واي سكوير، وعوض من ربع النص، يبقى الكلام ده بتساوي كام بقى؟ 2 على 5 ربع في نص زائد 3 على 4 نص سكوير ماينس ها ربع في ربع زائد 3 على 4 على 4 سكوير، وتحسب ده بقى. تمام؟ طيب في حاجة بقى اسمها المارجنال ديستريبيوشن، اللي هو الديستريبيوشن بتاع ايه؟ راندوم فاريبل لوحده. يعني لو انت عندك الجوينت تقدر تجيب الديستريبيوشن بتاع ايه؟ الراندوم فاريبل اكس لوحده والراندوم فاريبل واي لوحده. واضح كده؟ طيب فاكر الجدول اللي احنا كنا عاملينه
تعالى احنا مسحناه من هنا، تعالى نجيبه من على الرسم. فاكر الجدول ده؟ كان فيه قيم الاكسات وقيم الوايات، تمام؟ طيب لما الاكس بصفر الواي ممكن تساوي كام؟ صفر او واحد او اتنين. طب تقدر تجيب لي احتمال ان الاكس تبقى بصفر؟ اقدر اقول احتمال ان الاكس بصفر والواي بصفر، وهي كمان ممكن اقول الاكس بصفر والواي بواحد، والاكس بصفر والواي بكام؟ باتنين. يبقى عشان اجيب احتمال الاكس بصفر اعمل ايه؟ اجمع الوايات. طب عشان اجيب الاحتمال ان الاكس بواحد اجمع برضو على الوايات، وهكذا. يبقى عشان اجيب البروبابيلتي ماس فانكشن بتاع الاكس هعمل ايه؟ اصم. فاحنا هنا في التسكريت هصم الاف اوف اكس واي، اصمها على الواي، ماشي. ونفس الطريقه بقى عشان اجيب الاف اوف واي اعمل ايه؟ هصم اف اوف اكس واي على مين؟ على الاكس. ومن هنا يجي الرول ده، الجي اوف اكس اللي هنا البروبابيلتي ماس فانكشن بتاعت الايه؟ راندوم فاريبل اكس، هي سمشن بتاع اف اوف اكس واي على الواي، ماشي. الاتش اوف واي هتبقى السمشن بتاع اف اوف اكس واي على الايه؟ الاكس. ده لو كان تسكريت، تفتكر لو كان كونتينوس؟ ده سمشن انتجريشن. يبقى جي اوف اكس هانتجريت على كل قيم الواي من ناقص انفينيتي لانفينيتي، بس ممكن الواي تبقى واخده انترفال اقل منها. يعني مثلا هنا هانتجريت على الواي من كام لكام؟ صفر لواحد. ايه؟ عشان اجيب بقى ايه؟ جي اوف اكس. طيب عشان اجيب اتش اوف واي هانتجريت على مين؟ على الاكس، على كل قيم الاكس من ناقص انفينيتي لانفينيتي. واضح الكلام ده؟ هنا بقى ايه؟ ده المثال اللي احنا اصلا حليناه، اللي جبنا الاف اوف اكس والواي بتاعته في الديسكريت. هنا بيقول لك هات الجي اوف اكس والاتش اوف واي. اوكي؟ عشان تجيب الجي اوف اكس والاتش اوف واي هتعمل ايه؟ امسح ده. لو انت عندك تيبل، الاسهل تروح كاتب التيبل وعامل تجميع. يعني احنا كان عندنا الاكس والواي ادي صفر واحد اتنين، هما دول كانوا بصفار صح؟ طيب الارقام دي عندنا ممكن نجيبها. ماشي، 3 على 28 وده كام؟ ها؟ ماشي، مليني مليني، ما هو قدامك دلوقتي. خليها 6 على 28 عشان نجمع بسهولة. طيب أنا لما هاجي أجمع كده يبقى بجمع على مين؟ على الوايات. يبقى عشان اجيب بقى الجي اوف اكس اقدر اجمع دول، دي يطلع كام؟ 10 على 28 صح؟ وده يطلع كام؟ فعلا مجموعهم بواحد. يبقى هي دي جي اوف اكس لكل اكس. يبقى اقدر اجي اكتب كده اكس وادي جي اوف اكس. الاكس تاخد قيم 0 1 2، البروبابيلتي ماس فانكشن بتاعتها تبقى كده. عرفنا شباب جبناها ازاي؟ جمعنا على قيم الوايات. عشان اجيب بقى اتش اوف واي اللي هي المقصود بيها البروبابيلتي ماس فانكشن بتاعت الواي، هجمع الاكسات. جمع دول يطلع كام؟ ودي، وطبعا مجموعهم يطلع كام؟ واحد. يبقى اتش اوف واي هتبقى ايه؟ ادي الواي وادي اتش اوف واي. سهلة؟ لو قلت انا مش بقسم، انا من الاف بجيب الجي والاتش. الجي هنا المقصود بيها البروبابيلتي ماس فانكشن بتاعت الاكس، والاتش البروبابيلتي ماس فانكشن بتاعت الواي. ما هو الاكس والواي ده ديسكريت راندوم فاريبل، فاقدر اجيب له البروبابيلتي ماس فانكشن بتاعه. واضح؟ عرفنا بنجيبها ازاي؟ وفهمنا ليه بنجمعها؟ مربوط ماس فانكشن بتاع راندوم فاريبل بقى واحد هنا، مش الاثنين مع بعض.
الجوينت هنا. الاف دي اللي هي الجوينت. ده المثال اللي احنا حليناه. اوكي. طيب. هنا بقى للكونتينوس. ماشي واخدين نفس الفانكشن وعايزين بقى نجيب ايه؟ البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بتاع كل راندوم فاريبل. امسح ده. نرسم عشان نعرف ايه احنا هنجمع من فين لفين. عشان اجيب جي اوف اكس هجمع الواي قيم الواي من صفر لواحد. 2 على 5 2 اكس زائد 3 واي دي واي تطلع كام؟ 2 على 5 انتجريت بالنسبه للواي يبقى ايه؟ عوض من صفر لواحد الصفر هيطيرها. الواحد يبقى كان ما فيش واي، ما واي بواحد هتبقى تضرب في حاجه تيجي الحاجه الثانيه. يبقى الكلام ده 2 على 5. 2 اكس زائد 3 على 2. والاكس من كام لكام؟ من صفر لواحد. ايوه. واضح؟ طيب يعني اقدر اقول ان جي اوف اكس هتساوي كام؟ 2 على 5 في 2 اكس زائد 3 على 2 اللي هي ممكن لو ضربت في 2 على 5 تبقى كام بقى؟ 4 على 5 اكس زائد 3 على 5. والكلام ده لما الاكس من صفر لواحد وزيرو اذر وايز. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده بقى اتش اوف واي هعمل ايه؟ هانتجريت الناقص انفينيتي الانفينيتي اف اوف اكس وده قانون الاصلي ها؟ فهانتجريت من صفر لواحد على الاكس يعني من صفر لواحد ليه بقى؟ يبقى 2 على 5 انتجريت بالنسبه للاكس 2 اكس تبقى ايه؟ طب 3 واي الصفر هيطيرها. الواحد هتخليها ايه؟ واحد زائد 3 واي. يبقى اتش اوف واي هتساوي 2 على 5 في 1 زائد 3 واي وزيرو. ده لما الواي من صفر لواحد. وزيرو ده اذر وايز. سهل الكلام ده؟ بنعرف حاجه بقى اسمها الكونديشنال ديستريبيوشن. اوكي لو الاكس والواي دول راندوم فاريبل سواء ديسكريت او كونتينوس فكونديشنال ديستريبيوشن بتاع راندوم فاريبل واي جيفن ان الاكس بتساوي فاليو معينه. تخلي بالك من حاجه اكس كراندوم فاريبل بياخد قيم مثلا في المثال اللي هو الاولاني ده 0 1 2 واي كراندوم فاريبل برضه بياخد قيم ايه؟ 0 1 2 لما جينا جبنا المارجنال ديستريبيوشن ماشي فالاكس قلنا ممكن ياخد 0 او 1 او 2 وجبنا البروبابيلتي بتاعت كل واحده بتاعت الاكس ياخد 0 او ياخد 1 او ياخد 2. طب لو انا اديتك معلومه بقى ان الواي بتساوي 1 برضه الاكس ممكن هيساوي 0 او 1 او 2 بس هيبقى ليها بقى ديستريبيوشن مختلف صح ولا لا؟ اكيد لو انا عرفت ان الواي لازم تبقى بواحد غير لما الواي تساوي اي فاليو معايا. لو قلت لك الواي باتنين بالتحديد يبقى برضه في ديستريبيوشن مختلف. لو عرفتك ان الواي بزيرو في ديستريبيوشن مختلف بس برضه الاكس هيبقى ليها ديستريبيوشن تاخد 0 1 2 القيم بتاعتها وكل واحده فيها ليها فاليو تمام. هو ده المارجنال ديستريبيوشن اللي بنقول عليه سوري الكونديشنال ديستريبيوشن ده اللي اسمه كونديشنال ديستريبيوشن. اتفضل. هو برضو خلي بالك ما انا هنا واخد صف واحد لان اكس بصفر واحد اتنين بس في المارجنال احنا جمعنا
لا لو انت واخد صف واحد، الصف الواحد ده بيعبر عن الانترسكشن، ان الاكس واي بواحد والاكس بصفر. غير لما اقول لك الكونديشنال معنى الانترسكشن، انا بجيب احتمال ان الواي بواحد واكس بصفر، يعني مش عارف الواي بكام والاكس بكام، بجيب فرصه ان الواي بواحد والاكس بصفر. غير الكونديشنال، انا مديك معلومه ان الواي بواحد مفيش شك في كده، وبحاول اجيب فاقسم على البروبابيلتي مش كونديشن، اللي هي اسمع الجيفن. فاف واي جيفن اكس ها بتساوي ايه؟ اف اوف اكس وواي على جي اوف اكس. طبعا لازم جي اوف اكس تبقى اكبر من زيرو كماس عشان اعرف اقسم عليها، صح؟ كفكر كمنطق بروبابيلتي، ان لازم لما اقول لك جيفن الاكس بحاجه لازم الحاجه دي تنفع تكون حاصله. يعني بمعنى ايه؟ في المثال الاولاني بتاع الديسكريت ده، بتاع جوينت بتاع الديسكريت، الاكس تاخد قيم كام؟ 0 1 2. انت عارف كده، ما ينفعش بقى اقول لك لو اديتك معلومه ان الاكس ب 7 هتقول لي مستحيل تحصل. لكن ممكن اديك معلومه ان الاكس بكام؟ بصفر. اديك معلومه الاكس بواحد، او اديك معلومه الاكس باثنين. عشان كده لازم الجي اوف اكس تبقى اكبر من زيرو. ده بفكر البروبابيلتي بكماس ان ما ينفعش اقسم على زيرو. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب الكونديشنال ديستريبيوشن بقى بتاع الاكس جيفن ان الواي فاليو معينه، هعمل ايه؟ هقسم اف اوف اكس وواي على اتش اوف واي، واعوض بالفاليو بتاعت الواي دي. تمام؟ ده الكلام ده بقى ايه؟ سواء كان ديسكريت او كونتينوس. بعد كده بقى الفانكشن اللي عندي دي بقت ديستريبيوشن عادي خالص. ماشي؟ لازم السمشن او الانتجريشن بتاعه يساوي كام؟ واحد. ممكن اجيب بروبابيلتي ان الراندوم فاريبل ده يساوي فاليو معينه بس جيفن ان اكس بكذا، او ان الراندوم فاريبل ده من كذا لكذا جيفن ان الراندوم فاريبل التاني بتساوي كذا. واضح؟ فاهمين الكونديشنال ديستريبيوشن كده؟ لو انا قلت لك انت معاك التيبل ده وانت عارف ان التيبل ده كل نقطه فيه بتعبر عن ايه؟ بروبابيلتي ان اكس يساوي كذا وواي بتساوي كذا، يعني بيعبر عن الانترسكشن. اوكي؟ طيب لو انا قلت لك ايه فرصه حدوث ان الاكس تبقى بزيرو؟ هتروح يا جماعه ليه دول؟ ما هو الاكس بزيرو، ممكن الاكس بزيرو والواي بزيرو، ممكن الاكس بزيرو والواي بواحد، ممكن الاكس بزيرو والواي باثنين، فهتروح يا جماعه ليه دول؟ غير لما اجي اقول لك خلي بالك انا اديتك معلومه ان الواي اكيد هتبقى الواي هتبقى بواحد. انا مدي لك معلومه. هي الفكره ان ايه؟ اي راندوم اكسبيرمنت انا مش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط. فانا بجيب احتمال الاكس بكذا والواي بكذا، بس لو انا اديتك معلومه ان الواي هتطلع بكذا فخلاص انا مش شاكك فيها. ايه بقى فرصة ان الاكس تكون بكذا؟ ده الفرق ما بينهم. خدت بالك؟ يعني لما اقول ايه فرصة ان الاكس بزيرو؟ انا حاطط في اعتباري ان الواي ممكن تبقى 0 1 2. غير لما تيجي معلومة ان الواي اكيد بواحد. هات لي بقى احتمال ان الاكس بزيرو. هو ده اللي بيعبر عنه الكونديشنال ديستريبيوشن. تمام؟ طبعا احتمال ان الاكس بكذا مباشرة ده في الديسكريت، في الكونتينيوس ده بيديني ايه؟ دينستي. عشان اجيب احتمال بقى انتجريت. طيب يعني في المثال ده نفس المساله بتاعت الايه اللي هي الجوينت بروبابيلتي ماس فانكشن اللي قلناها في الاول، يقول لك هات الكونديشنال ديستريبيوشن بتاع الاكس جيفن ان الواي بكام؟ بواحد. يبقى انا هعمل ايه عشان اجيبها؟ امسح ده عشان ده هنستعمله. ماشي؟ يعني انت عايز هنا اف يبقى تقسم اف اوف اكس وواي على ها اتش اوف واي بس عند الواي بواحد. اوكي؟ اف اوف اكس وواي طبعا بواحد، يعني هنا ايه؟ يعني ممكن اقول على اتش اوف واي واعوض الكلام ده الواي بواحد في الاخر. ممكن اعمل كده. تمام؟ اللي هي ايكويفلنت ان انا ايه؟ اقول ان ده اف اوف اكس وواحد على
اتش اوف 1 ماشي. في البروبابيلتي ماس فانكشن انا عايز ايه؟ اجيب الفاليو عند كل ايه؟ الفاليوز بتاعه الراندوم فاريبل. يبقى هنا الاكس قيم بتاعتها 0 1 و2 صح؟ اللي انا هجيبه دلوقتي هو اف اوف اكس جيفن ان الواي ب1. اتش اوف 1 بكام؟ هي الرقم ده. الرقم ده اللي هو ايه باختصار كده 3 على 7. لما اقسم عليه يبقى كاني بضرب 7 على 3. اوكي؟ طيب. اف اوف اكس عند الواي بواحد بكام بقى؟ اف اوف اكس واي عند الواي بواحد. عند الواي بواحد يبقى انا معايا ده. يبقى انا همسك ده واضربه في كام؟ 7 على 3. تعال نضرب في 7 على 3 يطلع كام؟ الاخير هيطلع زيرو. ماشي؟ خلي بالك دي عباره عن كام اصلا لما تختصرها؟ 14 28 3 على 14 تضرب في 7 على 3 يطلع نص ونص. نص. هم قد بعض في الطبيعي يطلعوا هنا قد بعض نص ونص. فهمنا جبناها ازاي؟ طيب تقدر بقى تجيب لي probability ان الاكس بزيرو جيفن ان الواي بواحد؟ ما هو هنا جيفن ان الواي بواحد. الاكس ممكن تبقى صفر واحد واثنين، احتمال بقى الاكس تبقى بزيرو؟ بص بص انا من هنا بص. سهل الكلام ده؟ طيب هنا بقى ايه؟ هنجيب الكونديشنال ديستريبيوشن بس في حاله الكونتينوس. ماشي؟ امسح ده؟ ها؟ عشان نخلي البورد كلها على بعضها المساله. اكس كده الاكس من صفر لاثنين والواي من صفر لواحد. ماشي يا شباب؟ انا عايز هو طالب اصلا جي اوف اكس واتش اوف واي واف اوف اكس جيفن واي. تعالى ايه نجيب المطالب دي. اول حاجه جي اوف اكس يبقى هعمل ايه؟ هانتجريت اف اوف اكس واي من ناقص انفينيتي لانفينيتي بس على الواي طبعا. ها؟ الواي هنا من كام لكام؟ غير كده بزيرو. اكس على الاربعه واحد زائد ثلاثه واي سكوير دي واي. يلا تعالى انتجريت اكس على الاربعه ده يبقى كونستنت. ماشي؟ ها؟ عبد الرحمن عايز تغسل وشك وتيجي طيب؟ راحتك يعني بس عايزك تفوق معانا كده. واحد تبقى ايه؟ تلاتة واي سكوير من صفر لواحد. لو عوضنا صفر هتطير. طب لو عوضنا بواحد يبقى اكس على الاثنين. الكلام ده الاكس من كام لكام؟ من صفر لاثنين. ماشي؟ فعلا بقى لو عملنا انتجريشن اكس سكوير على اربعه وعوضنا يطلع واحد. عشان تبقى بروبابيلتي دينستي فانكشن. مظبوط تمام؟ ده جي اوف اكس ده اول مطلوب. طلب ايه كمان؟ اتش اوف واي. اتش اوف واي هتبقى بكام؟ يبقى انتجريت من اكس بصفر لاثنين اكس على الاربعه. حظنا حلو ان هما يعني الاكس في حاجه والواي في حاجه عشان الانتجريشن يبقى سهل. هنا البراكت ده ينزل زي ما هو. واكس على الاربعه تبقى كام؟ صفر تطير ب2 تبقى كام؟ 2 سكوير على 8 اللي هي ربع نص.
انه يبقى نص في البراكت، والواي من كام لكام؟ صفر لواحد. ماشي؟ ادي جبنا اهو جي اوف اكس، طلعت فعلا اكس على الاثنين، اتش اوف واي طلعت فعلا نص في البراكت ده. بعد كده بقى ايه اللي مطلوب؟ اف اوف اكس جيفن واي، اللي هي اف اوف اكس وواي على كام؟ اتش اوف واي. ها لما تيجي تقسمهم هيطلع ايه؟ هتلاقي البراكت ده طار بالصدفة يعني، واكس على الاربعة على نص يبقى ايه؟ اكس على الاثنين. اوكي؟ وهنا بقى القيم بتاعت الاكس، الاكس من كام لكام؟ بالصدفة طلعت زي جي اوف اكس. تمام؟ طيب عايزين نجيب بقى بروبابيلتي ان الاكس من كام لكام؟ جيفن ان الواي بتلت، جيفن ان الواي بتلت يبقى عوض في اف اوف اكس جيفن واي عن الواي بكام؟ واحد على الثلاثه، بس هنا ما فيش واي صدفه. ده عشان هم اندبندنت على فكره. وهناخد كمان شويه ايه الشرط الاندبندنس، لان فعلا واي بتلت واي بربع هيفرق مع الاكس في حاجه؟ ما هو جيفن ان الواي بتلت هتبقى زيها جيفن ان الواي بنص، زيها جيفن واي باي فاليو يعني. طيب فانا بقى هانتجريت الكلام ده من كام لكام؟ اكس على 2 دي اكس، لو كان في واي هنا كنت حطيتها بكام؟ 1 على 3. يبقى كام بقى؟ اكس سكوير على 4 صح كده؟ يبقى ربع، عوض الربع ده طلعته بره، عوض الاكس بنص، عوض الاكس ب 1 على 4 يبقى 1 على 16. ده اللي هو كام؟ في ربع هيدا. سهل الكلام ده؟ واضح يا شباب؟ طيب دلوقتي بقى نتكلم بقى على الاندبندنس. ها زي ما لاحظت في المساله اللي فاتت هنعمم بقى الكلام ده. بقول الاكس والواي تو راندوم فاريبل دول سواء كانوا سكيت او كونتينوس لو ليهم الجوينت ديستريبيوشن اف اوف اكس وواي والمارجنال ديستريبيوشنز جي اوف اكس واتش اوف واي. قلنا المارجنال اللي هي ايه؟ الديستريبيوشن بتاع كل راندوم فاريبل يعني. طيب يبقى راندوم فاريبل اكس وواي هيكونوا هما statistically اندبندنت اف اند اونلي اف اف اوف اكس وواي بتساوي جي اوف اكس في اتش اوف واي على كل الايه؟ قيم الاكس وواي اللي في الرينج بتاعهم. يعني زي في المثال اللي فات، ها لاحظ هذه قيمه الاكس وواي، هتلاقي جي اوف اكس في اتش اوف واي بتساوي اف اوف اكس واي، وبالتالي هم فعلا ايه؟ اندبندنت. يبقى عشان تشيك ان هم اندبندنت هتعمل ايه؟ ببساطه هتجيب المارجنال بتاع الاكس بتاع الواي تضربهم في بعض وتشوف هل هي ايكوال اف اوف اكس واي ولا لا. واضح كده؟ طيب ده مثال بقى. هنا بيقول لك ايه؟ لو الجوينت بروبابيلتي دينستي فانكشن بتاع اكس وواي جيفن بالايه؟ بالاكسبريشن ده. ها؟ تمام. دي يعني المقصود بقى للايه؟ للراندوم فاريبل اكس وواي. اتنين اي باور كام؟ يعني الريجون بتاعتنا هي الفيرست كوادرانت كله عشان اكس وواي اكبر من اسوي زيرو. ماشي؟ قال لك اثبت ان هما اندبندنت، وبعد كده هات البروبابيلتي دي. تعال نحل الاول، اثبت ان هما اندبندنت، فهجيب جي اوف اكس واتش اوف واي. جي اوف اكس اولي انتجريشن على قيم الواي، بس هنا الواي واخده من صفر الانفينيتي صح؟ 2 في 10 باور ماينس 6
وانا كاتبها كده صح ولا لا؟ لا صفرين مش صفر واحد، صفرين اتنين. يلا يا شباب تعال انتجريت. لما اجي انتجريت بالنسبه للواي الاكس ده كانه رقم، ها؟ فهقسم على ده. خلي بالك ده يعتبر التوف 10 باور ماينس 3. لما تيجي تقسم عليه وبالماينس التو هتروح وفي ماينس هتيجي، وده يبقى 10 باور ماينس 3. يبقى ماينس 10 باور ماينس 3 والواي من كام لكام؟ انفلت تطير. تعوض بزيرو يبقى كام؟ والماينس هيبقى بوزيتيف، ها؟ يبقى 10 باور ماينس 3 والكلام ده الاكس اكبر من او يساوي زيرو. تعال نجيب بقى اتش اوف واي. يبقى هنانتجريت اف اوف اكس واي على الاكس. الاكس من كام لكام؟ دي اكس صح؟ مش دي واي. طيب فهقسم على الرقم ده. لما اقسم على الرقم ده يعني كان يقسم على 10 باور ماينس 3، فيبقى لي 10 باور ماينس 3 ويبقى فيه نيجاتيف صح كده؟ يعني ماينس 2 في 10 باور ماينس 3 اي باور ماينس كلام انفينيتي، هتخلي الكلام ده بايه؟ بزيرو. ماينس هيطير الماينس وانا بقول زيرو، ايه الاكسبوننشال دي هتروح. يبقى 2 في كام؟ 10 باور ماينس 3 واي اكبر من او يساوي زيرو. ايه رايك بقى لما اجي اضربهم في بعض وانا الاكس بوزيتيف او زيرو، اكس اكبر من او يساوي زيرو، واي اكبر من او يساوي زيرو من المنطقه بتاعتهم. فلما اجي اقول اف جي اوف اكس في اتش اوف واي يطلع كام؟ 2 في 10 باور ماينس 6 والاكسبوننشال هجمع ايه؟ الباورز. والكلام ده في حاله ان الاكس اكبر من او يساوي زيرو والواي اكبر من او يساوي زيرو، لقي نفسها اف اكس واي. يبقى اذا ايه؟ الراندوم فاريبلز دول ار اندبندنت. طيب بعد كده بقى طلب منك حاجه، عايز تحسب البروبابيلتي دي ماشي، ممكن تعملها من الجوينت وتشتغل على الريجون دي، او ممكن تعمل ايه؟ الاكس لوحدها والواي لوحدها ماشي؟ عشان هما اندبندنت. فلما اعمل بقى كده يبقى بروبابيلتي اكس اكبر من 1000 واي اقل من 1000، يبقى هانتجريت الاكس من كام لكام؟ من 0 ل 1000. ها؟ كام؟ 10 باور ماينس 3 دي ولا ايه؟ في باور ماينس 0.1 اكس دي اكس. في انتجريشن من 0 ل 1000 2 في 10 باور ماينس 3 العكس هنا يعني من 1000 لانفينيتي. لا الواي هي اللي صح، الاكس هي اللي غلط صح؟ عشان اكس اكبر. طيب فهنا تبقى كام؟ ماينس، ما انا هقسم على الرقم ده فال 10 باور ماينس 3 تطير ويطلع لي نيجاتيف من 1000 لانفينيتي. وهنا هتلاقي الرقم ده بالطار صح؟ في نيجاتيف الاكسبوننشال. طيب هنا انفينيتي الكلام ده يطير. طب 1000 يبقى ايه؟ باور ماينس 1 مضروبه فيه، ده ملتبليكيشن. ها؟ 0 ممكن اعوض بالزيرو واقلب الساين ماشي؟ 0 الكلام ده يبقى بواحد، 1000 الكلام ده يبقى ايه؟ باور ماينس 2 بس. طلعت حلها بقى من الجوينت.
عادي انا برضه ممكن اعملها مش جوينت، امسك الفانكشن دي وانتجريت على الريجون دي. مش هنا الاكس، الاكس من كام لكام؟ الاكس 1000 هنا والواي هنا 1000، بس الاكس 1000 او اكتر. اه يبقى انتجريت على الريجون دي، انتجريت الفانكشن دي، فانكشن اصليه اف اوف اكس وواي. انتجريت بقى، اعمل دبل انتجرال الواي من صفر ل 1000 والاكس من 1000 لانفينيتي، هيطلع نفس الحاجه. سهل الكلام ده؟ طيب هنا قال لك ايه بقى في المثال ده؟ قال لك الاكس والواي دول بيعبروا عن الاطوال بتاع جزء من الماشين. المهم ان الاكس والواي دول قال لك ان هم اندبندنت راندوم فاريبلز، ماشي، وقال لك ان الاكس متوزعه توزيع نورمال. طالما قالك نورمال لازم يديك المين والفاريانس، البارامترز بتاعت النورم. المين 10.5، الفاريانس 0.025. انت عارف احنا بنجيب البروبابيلتي لاي حاجه في النورمال ازاي؟ بنحول الستاندرد نورمال، نطرح اي رقم، نطرح منه المين ونقسم على السيجما، السيجما اللي هي روت الفاريانس، ماشي؟ طيب قالك بقى الديستريبيوشن بتاع الواي، ها هو برضه نورمال. قالك وز مين كام؟ 3.2، وفاريانس كام؟ 0.0036. عايز البروبابيلتي ان الاكس في الانترفال دي والواي في الانترفال دي. اول حاجه اقول ان هم اندبندنت، فرايح دماغي واقول ايه؟ ان البروبابيلتي دي هيحصل ضرب ده في ده. تمام؟ اهي هي البروبابيلتي دي في البروبابيلتي دي. واحولها لستاندرد. سهله ولا نحلها على البورد؟ هي دي بسيطه قوي. صح؟ ها. كل واحده فيهم بقى بعد ما عملت كده، انت فاهم الخطوه الاولانيه، كل واحده فيهم هي مساله بتاعت المحاضره اللي فاتت بتاعت النورمال. صح؟ ازاي بقى اجيب ده؟ الاكس خليها ذات، ها، واطرح من كل رقم من دول المين اللي هو 10.5، واقسم على السيجما اللي هي روت الرقم ده، يطلع 0.05. طيب الثانيه اطرح المين من كل رقم اللي هو 3.2، واقسم على السيجما اللي هي 0.06، تطلع البتاع الاولانيه كده والثانيه كده. الذات من ناقص 2 ل 2، اجيبها ازاي؟ ممكن اقول بروبابيلتي ان الذات اقل من 2 ناقص اقل من ناقص 2. طب ازاي اجيب بروبابيلتي الذات اقل من ناقص 2؟ هي بروبابيلتي الذات اكبر، واجيبها ازاي؟ 1 ناقص بروبابيلتي الذات اقل من 2. وممكن برضه كنت تعمل حركه تستغل ان الرقمين دول هو هو بس بالنيجاتيف، فاقول ايه؟ 2 في بروبابيلتي من 0 ل 2، بس ده عشان هي تعملها لازم ايه؟ يبقى من ناقص رقم لنفس الرقم بالبسط، من ناقص 2 ل 2، من ناقص نص النص. تمام؟ فتقول انها 2 من السيمتري يعني، واخد بالك؟ يعني ايه؟ بما ان الستاندرد نورمال سيمتريك حوالين الزيرو، فادي الزيرو اهو، فمن ناقص 2 ل 2 هي نفس الاريا، فقول 2 في دي. طيب دي بقى هعملها ازاي؟ 2 بروبابيلتي الذات اقل من 2 ناقص بروبابيلتي الذات اقل من 0. صح كده؟ دي هجيبها من التيبل، دي مش محتاجه اجيبها، ما انا عارف انها نص يعني. صح؟ دي معروفه قوي. يبقى 2 في بروبابيلتي الذات اقل من 2 ناقص نص، اللي هي كام؟ 2 في بروبابيلتي الذات اقل من 2 ناقص 1. طب لو كنت عملتها عادي، ها؟ انذر سوليوشن ليها. اللي هي بقى لو انت ما خدتش في اعتبارك الاثنين زي بعض، هقول الكلام ده ايه؟ بروبابيلتي الذات اقل من 2 ناقص بروبابيلتي الذات اقل من ناقص 2. يعني اعرف الاجابه دي سهله. طب والثانيه؟ ما ينفعنيش النيجاتيف، اقلبه بوزيتيف بس اقلب الانيكواليتي. فاكرين الكلام ده؟ طيب الاولانيه دي سبب في حالها، هنعرف نجيبها بسهوله. طب الثانيه 1 ناقص بروبابيلتي الذات اقل من 2. طب ما انت لما تدخل الماينس ده زي ده يبقى 2 منه ماينس 1 اللي هو ده. اوكي؟
وبنفس الطريقه بقى تقدر تجيب البروبابيلتي الثانيه ويطلع رقم ورقم ثاني اضربهم في بعض توصل للايه للبروبابيلتي دي، وعندك الفاينل انسر عشان تتشيك. سهل الكلام ده يا شباب؟ طيب لو احنا عندنا الاكس والواي راندوم فاريبل يوم الجوينت ديستريبيوشن اف اوف اكس وواي ماشي، سواء في ديسكريت او كونتينوس، نقدر نجيب مين واكسبكتد فاليو لراندوم فاريبل جي اوف اكس وواي. فاريبل متعرف على الاكس وواي، ممكن يبقى اكس بلس واي، اكس سكوير في واي، اكس سكوير ناقص واي. ها هنجيب المين ازاي؟ نفس الفكره اللي كنا عاملينها قبل كده. هضرب الجي اوف اكس وواي في اف اوف اكس وواي واصم على كل قيم بتاع الاكس والواي، اصم لو كان ايه؟ سكريت. طب في حاله كونتينوس ميثود السمشن هعمل انتجريشن على كل قيم الاكس والواي. واضح يا شباب؟ فاهمنا؟ تعالى ناخد امثله. ها ده نفس المثال، عايزين نجيب بقى الاكسبكتد فاليو بتاعت الجي اللي هي عباره عن ايه؟ اكس في واي. فببساطه هتعمل ايه؟ هتضرب اكس في واي وتجمع على كل قيم. يعني عندك جي اوف اكس واي فالاكسبكتد فاليو هتساوي ايه بقى؟ سمشن اكس واي في اف اوف اكس واي ماشي؟ فهعمل ايه؟ سمشن على كل قيم الاكس والواي. ها هنبص عند نقطة نقطة، الأول الاكس واي بكام؟ هما عندك كام قيمة؟ 9 وممكن تقول 6 على أساس إن في 3 بصفر. تمام؟ فهتقول ها يمشي على كل القيم. مثلا إيه ثبت الواي بزيرو وهات كل قيم من إكس. فلما الواي بزيرو مرة الإكس بزيرو، صفر في صفر، في إف في صفر وصفر. صح؟ زائد أنا مثبت الواي بزيرو، فالإكس هتبقى بكام؟ 1 في صفر، إف في كام؟ 1 وصفر. 2 في 0 اف في 2 وصفر. طبعا هتقولي ما هي في 0 بتكتبها ليه؟ انا بس عشان اوضح لك الخطوات. اه بس بالصدفه يعني. طيب لو كانت الاكسبريشن بتاع الجي مختلف الكلام ده يبقى مختلف، خلي بالك انا عشان كده ماشي عادي. بعد كده ثبت الواي عند الواحد، الاكس ممكن تبقى بواحد سوري ممكن تبقى بصفر. لو الاكس بصفر والواي بواحد تبقى صفر وواحد. زائد واحد في واحد اف في كام؟ واحد واحد. زائد كام؟ اتنين في واحد، انا هنا مثبت الواي عند الواحد وعديت الاكس على الصفر والواحد والاتنين. ماشي؟ طيب بعد كده ثبت الواي عند الكام؟ اه وخلي الاكس بكام؟ مره بصفر، مره بواحد، مره باتنين. انا عارف ان في حاجات بصفر ممكن كنت تعملها على طول، بس انا بوضح لك عشان لو كانت اي حاجه يعني اهو. فخليت الاكس الواي سوري بصفر وعديت الاكس على صفر وواحد واثنين. بعد كده خليت الواي بواحد عديت الاكس على كام؟ صفر وواحد واثنين، سواء في الفانكشن او في الاف، سواء في الفانكشن اللي هي الجي او في الاف هنا. واضح يا شباب؟ طيب انت عندك اصلا الثلاثه دول بصفر ايا كانت الفانكشن في الاف دي. طيب وعندك الفانكشن دي اصلا اكس اوف واي، فلما الاكس واي بصفر دول يطيروا ودول يطيروا، هيتبقى فعلا الرقم ده اللي هو واحد واحد في اف اوف واحد واحد اللي هو يطلع كام؟ تمام؟ سهل الكلام ده يا شباب؟ طيب هنا بقى بيقول لك فايند الاكسبكتد فاليو بتاع واي على اكس ومدي لك ده، يبقى هعمل ايه؟ هضرب واي على اكس في الفانكشن دي وانتجريت. الفانكشن دي اللي هي ايه؟ لازم يديك الاف في اكس وواي او تكون جايبها قبل كده، ولازم يديك الفانكشن هتجيب لك اكسبكتيشن طبعا. يعني دي الجوينت
لازم تبقى معطى او انت جبتها قبل كده. ودي الفانكشن اللي هي واي على اكس، الاكسبكتد فاليو بتاعت واي على اكس. يبقى هعمل ايه؟ هانتجريت من ناقص انفينيتي لانفينيتي لواي على اكس في اف وفي اكس وواي، دي واي دي اكس، اللي هي هتبقى بقى هي الواي من صفر لواحد بس والاكس من صفر لاتنين بس. واي على اكس في الكلام ده، لما اعمل واي على اكس في اكس على الاربعة في واحد زائد تلاتة واي سكوير دي واي دي اكس، الاكس تطير. هننتجريت بالنسبة للواي، ممكن اقول ايه؟ ان الواي هي الدريفتيف بتاع اللي جوه البراكت، بس انا اصلها فاكتور. او عايز تضرب وتنتجريت ترم باي ترم ماشي. لو قلنا كده الدريفتيف بتاع اللي جوه البراكت كام؟ 6 واي، يبقى هقسم على 6 0 2 يبقى 1 على 4 في 1 على 6 اللي هي 1 على 24 ماشي؟ مضروبه في كام بقى؟ 1 زائد 3 واي سكوير، قول سكوير على الاثنين والواي من 0 ل 1 دي اكس. طب لما تيجي تعوض بواحد يطلع الكلام ده كام؟ يطلع 4 4 سكوير على 48. طب لما تعوض بصفر 1 على 48 الفرق ما بينهم 15 على 48، يبقى الكلام ده 15 على 48 ماشي. وبعد كده الاقي ايه؟ ده كونستانت انتجريته بالنسبه لاكس يبقى اكس من 0 ل 2، يطلع من 0 ل 2 يبقى كانك هتضرب في 2، يبقى 15 على 24 اللي هي 5 على 8 صح؟ لا ينفع بس الاكس ما تساويش صفر. لا ما هو لا هيديك حاجه تمشي، يعني لو اكس مش احد قيم الاكس صفر ماشي. انت انا باصص عشان الاكس صفر. بس لو الاكس ما تاخدش قيمه صفر، ما هو لازم في الديسكريت الاكس تاخد صفر. حسب المساله ممكن اكس تاخد 3 5 7 بس. يبقى ما فيش مشاكل من واي على اكس. دي كده اخر حاجه قلناها. طيب بعد كده بقى ايه؟ بنعرف الكوفاريانس. خلصت المحاضره؟ خلصت بسرعه كده ليه؟ طيب خلاص ماشي، يبقى خليكم فاكرين ان احنا يعني ان شاء الله قربت تخلص، يعني احنا مش هقولها ما تقلقوش، بس بقول لكم يعني احنا ناقص لنا الكوفاريانس والكورليشن في المحاضره دي، فدي ايه اللي هنقولها المره الجايه. تمام؟ هو انتوا كده يعتبر المجموعتين خدوا صح؟ يعني الكلام ده مش هنعيده. يبقى من الحد مش الجاي ولا الحد بتاع الاسبوع العاشر تمام؟ هنبدا بقى بالكوفاريانس. كده مفيش محاضرات في الاسبوع الجاي. ماشي؟ يا ريت بقى نذاكر ونشد حيلنا ونجيب درجه كويسه في الميد ترم ده. تمام؟ ما نستهترش زي الكويز.